حاجة عشان هجيب نص كيلو من الفول المفصص، افصصه واحدة واحدة كده مع بعض، واروح جاية حاطة مية سخنة بتغلي على النار ومسقطاه فيها لمدة 15 دقيقة زي ما انت شايف كده قدامك يا عم كريم. الحمد لله على السلامة. وفي الأثناء دي تعالى نعلق على الشوربة. عشان أعمل الشوربة بتاعتي بحط معلقتين من السمنة على النار، بعمل شوربة الفول الأخضر، الفول الحراتي زي ما انت شايفة كده قدامك. خطواتك اهي، السمنة قدحت عندي، بنزل عندي ثلاث بصلات مقطعهم ناعم كويس جدا اهو عشان اعمل الشوربه. هنا هعمل الفول بالليمون وبالثوم، وهنا هعمل الشوربه. الشوربه بتاعت الفول الحراتي تقدري تقدميها حبوب زي كده، او تقدري تطحنيها في الخلاط او بالهاند بلندر زي ما انت عايز. عندي البصلايه بتاعتي دبلتها كويس جدا، وهنا هسيب الفول اللي انا هعمل بيه بالثوم والليمون لمده 15 دقيقه، لان الثوم بالليمون هربطه بنشا هتقدري تاكليه بالمعلقه وهو سخن كده. تعال عملت لك خمس افكار تقدري تحتاري وتختاري بين كل واحده ولادك بيحبوها والاستاذ بيحبها تعمليها. البصله بقت طريه، احط عود كرات وعود كرفس وادبلهم مع البصلايه اللي طريت دي خالص، واحده واحده كده مع بعض. بعد ما ريحه الكرات والكرفس طلعت عليا ودبل مع البصلايه في الماده الدهنيه، اروح جايه حاطه معلقه صلصه عشان اللون بتاع الشوربه بتاعتي يبقى روز. خدي بالك من التركه دي، واحورها اطلع الماده الحافظه اللي جواها واحده واحده كده مع بعض. وبعد كده اروح جايه منزله نص كيلو الفول الحبوب واحوره كويس، وفلفل وجوز الطيب، كمان جوز الطيب، كمان جوز الطيب. وقلنا البروتين النباتي اقوى 100 مره من البروتين الحيواني وملوش اي مشاكل صحيه، فعودي نفسك وبيتك يكون في بروتين نباتي في الاسبوع مرتين. واحدة واحدة كده مع بعض كده قدامك اهو، تبلت ملح وفلفل وجوزة الطيب وحورته كويس قوي. التركة المهمة، تعالى كده شوف يا عم كريم، عندي شوربة خضار بتغلي عندي، اروح جاية مديها صدمة على طول واظبطها واسيبها 15 دقيقة بعد ما تبلتها ملح وفلفل وجوزة الطيب، واللون بتاع الشوربه بقى روز عشان معلقه الصلصه اللي انا حاطه ده قدامك كده التفاصيل. وبقى بعد ما حطيت لها الميه السخنه اللي بتغلي او الشوربه بتاع الخضار اسيبها لمده 15 دقيقه تغلي كده يا عم كريم، تستوي عندك كده. عندك اختيارين، تقدري حضرتك تضربيها في الخلاط او بالهاند بلندر او تقدميها حبوب. وبعد كده هنسقط لها معلقتين من البقدونس وطماطمتين من اللحم فقط.